الأخ جمعان الحرب ايش تفضل؟ سوي الله ابليس رمز الحريه يا ابن الحلال. شلون انت اندبغت انت ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه ان الرد على الخطاب الاميري تعرض الى قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الحفاظ على الرموز الاسلاميه وقيمه الرموز الاسلاميه اللي تعرض اليوم الى طعن حقير وغير مسبوق. وأنا أقول لكم لا يمثل أي مذهب في الكويت، وإنما يمثل أطراف خبيثة تريد تقويض هذا المجتمع. وأخطر ما الحال اللي وصلنا له اليوم، أن يدخلون الناس مسجد يجدون يطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. ولما رحنا شفنا التشريعات لقينا أن التطاول على الذات الإلهية وعرض النبي عليه الصلاة والسلام جنحة. وهذه قضية خطيرة ما راح نسكت عنها، وراح نقدم تشريع بإذن الله يعالج كل هذه القضايا ويحسم هذا الموقف. لكن اليوم المطلوب من وزير الداخلية ووزير التربية ألا يتهاون في قيمة أصول الدين ومعتقد المسلمين ومكانة الصحابة وأمهات المؤمنين في الكتب. ما تجرأ من تجرأ وهو يحمل صفة كويتي إلا أنه لما راح المدرسة ما عرف قيمة الصحابة وأمهات المؤمنين، وحكم من يطعن في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. لذلك هذه قضية إن سكتنا عنها ستأخذ وتأكل الأخضر واليابس. أما اسطوانة الطائفية والاتهام بالطائفية عند أي ردة فعل، أنا استغرب واحد مندس يطعن في عرض النبي، ما هي طائفية، واحد يرد ويعنف ويستنكر هذا طائفي. شبكة تجسس تكتشف في الكويت تستنكر هذه الشبكة تصبح طائفي. رئيس أركان إيران يهاجم البلد تتحدث يقول واحد لا تعطون التكفيريين فرصة. احنا وين رايحين في البلد يا حكومة؟ اخطر ملف في اليوم يواجهنا هو ملف بقاء الكويت وامن الكويت اللي فرطتوا فيه. والدليل افتحوا ملف السفارة الايرانية، شوفوا كم موظف الان يعمل في السفارة الايرانية. قاعدين تعيدون نفس التجربة مع السفارة العراقية قبل الغزو، يوم ما كان فيها 5000 موظف، ويوم ما كان بعض الناس يقول الشيوخ ابخص، لين اصبحنا في 2/8 الدبابات قدام بيوتنا. هذا الملف الاخطر سيفتح وسيتوج بمساءله سياسيه، لان امن الكويت وبقاء الكويت هو بقائنا ووجودنا، وما راح نسمح لاحد ان يعبث في هذا الامن. والقضايا الاخرى، الملفات الاخرى، احنا نقدر ان في وزراء جدد، وزير الداخليه الاخ الشيخ احمد الحمود، ونقدر جهوده وزير جديد، لكن نقول له بكل وضوح وصراحة يا أبو حمود، واتمنى يكون إنه كان موجود، الملفات السابقة ما تطوى. ملف القوات الخاصة والإجراءات اللي تمت وضرب المواطنين واقتحام البيت يحتاج إلى إجراءات إدارية منك. إدارة التحقيقات في القضية اللي رفعناها على القوات اللي طقت المواطنين، إدارة التحقيقات دزت طلب للمباحث صار له 4 شهور مرمي ما ردوا عليه. لذلك هذا الملف يحتاج إلى إصلاح، وانت أمامك فرصة وأعلننا أن نعطيك فرصة، لكن ما نعطيك شيك على بياض. هذا ملف يحتاج أن يتم التوقف عنده. القضية أيضا مهمة وخطيرة، وهي قضية تطبيق القانون بعدالة على الناس. الحين وإحنا قاعدين التراكترات قاعدة تضرب سلال من المواطنين في جابر الأحمد، ونفس التركترات اعجزت عن بيت الشيخ علي سالم صباح الناصر في السرة، حطوا عليه ملصق، وقام أحد الوزراء وموجود الحين قال البيت هذا ما تقربوا له، وصار لهم سنة ما قربوا له. وكثير من التجاوزات في السلالم في كثير من المناطق ما حد قرب لها. ليش؟ أبناء جابر الأحمد أبناء إيماء ولا ما هم مواطنين من الدرجة الأولى؟ هالملف هذا الآن التقينا بالأخ الوزير، وزير الدولة شو مجلس الوزراء، وجعلنا الملف عنده. لكن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يعامل مواطن كدرجة ثانية. واحد من المواطنين ضاربين سلمة وشارخين السرداب،
دافع 70,000 قرض غير 70,000 بنك التسليف. القانون احنا جهزناه وراح ناخذ رأي الأخوان، ونتمنى الأخ حسين الحريتي يحط إيده في يدنا في هالقانون هذا. وأنا أقول هالملف هذا المفروض نطويه على الكل، وأنا أكد الكلام اللي قلته حتى ما حد يعني يبحث عن أما يثير فتنة. هذه القضية ما هو مسؤول عنها مذهب من المذاهب، هذا لأشخاص يريدون إشعال الحريق في البلد، وما راح نسمح لهم أن يتجاوزوا في مثل هذه القضية. القضية الأخرى اللي ذكرها بعض الأخوان، الأخ الرئيس، في قبل سنتين لما كان الحصار على غزة تكلمت في هالمكان حول دور النظام المصري في الحصار، اختلف معي واحد من الأخوان وتم منعي من السفر من دخول مصر في ذلك الوقت، وكان وقتها النظام المصري ما حد يقدر يتكلم عليه. الآن سقط النظام المصري وقام نظام آخر. أول قرار اتخذه فتح معبر رفح، وموجة الحرية انطلقت في أرض الكنانة وهي قادمة أيضا في أرض الشام بإذن الله. هذه الحريات حق فطري وحق طبعي للمواطنين، لا يستطيع أحد أن ينتزع هذا الحق. وموقف دولة الكويت وحكومة دولة الكويت يجب أن يدعم هذه الحقوق، يجب أن يتحالف مع الشعوب ولا يتحالف مع الأنظمة. كل اتفاقيات واستدعاء تحالف مع المغرب أو الأردن ما يضيف قوة إذا ما أصبح في إصلاحات حقيقية في دولنا. جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى هذه الإصلاحات، تحتاج إلى تلاحم بين الأنظمة والأسر الحاكمة والشعوب. شعوب دول مجلس التعاون الخليجي لن تطالب في يوم من الأيام بإسقاط نظام، بل بإصلاح نظام. لذلك أساس وجودنا في الكويت وفي دول مجلس التعاون يجب أن يكون التحالف مع هذه الشعوب المضطهدة حتى ترفع راية الحرية فيها وتقوم بدورها. شكرا أخ جمعان.